أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. المرسل أحمد الحسن العسكر سوري مقيم في الأردن بعث عددا من الأسئلة، يقول في أولها: هل يصلي الإنسان صلاة الظهر يوم الجمعة أو تكفيه صلاة الجمعة؟ وهل عليه صلاة الجمعة سنة؟ من صلى الظهر مع صلاة الجمعة فإنه مبتدع وفاعل لمحرم، تكفي صلاة الجمعة لأنها فرض الوقت. وأما الذين يصلون بعدها صلاة الظهر فهؤلاء مبتدع وهذه الصلاة باطلة. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأما السنة مع الجمعة فلا سنة لها قبلها، وإنما يتنفل الإنسان قبل الجمعة بما تيسر، ومن دخل والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك. وأما بعد الجمعة فيستحب فعل الراتبة بعدها، وأقلها ركعتان وأكثرها 4 ركعات أو 6 ركعات، كل ركعتين بسلام. نعم.